اليوم دخلتنا الحكومة في واحد سياسة ديال تقشف، بالإضافة إلى أنه هذا النظام العالمي من أجل امتصاص الأزمة دياله كيختلق واحد هذه الأمور، واستغل الجائحة ديال كورونا باش يجمد واحد العدد ديال القطاعات، لأنه خصو ينتقل إلى نظام جديد بدون أن تنكشف المطابع ديال الأموال اللي كاينة، بدون أن نكتشف كيف كان يعمل، لأن حتى الأبناك المركزية في الدول الخارجية ما عندهاش الحق يكون عندها قروض أكثر من 10% ديال الرصيد ديالها، اليوم وصلت 50%، وصلت، يعني كاين هناك اختلالات كبيرة تشيك بانفجار هذا النظام العالمي، إذا هو تيصدر هذه الأزمة ديالو، واليوم كيتكلم.